وفي روما نظمت مجموعات من الجالية المصرية وقفة تأييد ومساندة للقيادة السياسية المصرية، وأكد المشاركون مساندتهم لمواقف القيادة السياسية واستقلال القضاء المصرية ورفضهم لأي محاولات للتأثير عليه، معتبرين ذلك تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمصر. ان انا هقف في الوقفه دي لتأييد بلدي ورئيس بلدي وجيش بلدي وشرطه بلدي، واحنا واقفين وقفه بنأيد وبندعم رئيسنا وبنشكره على نجاح المؤتمر وبنشكرهم الجيش والشرطه. ايه الرساله اللي يعني حابه توجهها النهارده من خلال الوقفه دي للمنظمات الدوليه وعلى راسها الامم المتحده من خلال وقفتنا النهارده؟ اقول لهم هم جم وتاكدوا وشافوا ان مصر على حق في كل حاجه بتعملها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.